ترشيد دعم المواد البترولية، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين انه الاسعار اكيد هيبقى فيها زيادة الى حد ما في عدد من المنتجات او في عدد من حياة الانسان المصري. لكن احنا اتفقنا من الاول، ومن اول ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى زمام الامور قال ان احنا كلنا هنستحمل هذا الاصلاح الاقتصادي، والمصريين والشعب المصري هو باذن الله تعالى دائما البطل في ان هو يحمي بلده، بان هو يحصل نهضه في بلده، ان هو يحصل اقتصاد جيد لبلده، ان يبقى في سياحه كويسه في بلدك، انك انت يبقى في تصنيع ويبقى بنصدر مش بنستورد كل حاجه في بلدك. احنا اللي هنقرر حياتنا، واحنا اللي ان شاء الله هنبقى سبب باذن الله تعالى بعد سبحانه وتعالى في نهضه مصر. حضراتكم بعض الاخبار النهارده انه السكك الحديد مش هتغلي اسعار التذاكر القطارات، حضراتكم رغيف العيش زي ما هو مش هيزيد، حضراتكم المنتجات التموينيه مش هتزيد. وانا بمتابعتي الشخصيه وشفت طبعا المسؤولين انه تقريبا الزياده في الميكروباص هتبقى تقريبا جنيه. حضراتكم حوالين هذا الموضوع الهام اللي لازم نفهمه اكتر واكتر، وحاول قد ما نقدر ان احنا نوعي بعضنا لبعض ونفهم اكتر واكتر. ضيفي اللي موجود معايا في الاستوديو اللي مشرفني في الاستوديو الدكتور علي مسعود، استاذ الاقتصاد بجامعه بني سويف. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازي حضرتك يا فندم؟ نحمد ربنا. هو مبدئيا كده، هل بالفعل ما كانش عندنا حل تاني غير ان احنا نعمل ترشيد دعم البترول، وان احنا نوفر في هذا البند، ونحاول نحط الفلوس دي اللي هي في سنة 2019 37 مليار جنيه، نحاول نوزعهم على ال 25 بند اللي في موازنة 2019 للوصول لمستحقيه؟ ما كانش عندنا حل تاني؟ تمام. هو الأساس إيه؟ أساس الموضوع إيه؟ لأن احنا الناس ما بنتكلم بس على رفع الدعم بس، مش حاطها في الصورة ككل. فضل. فلو ركز على رفع الدعم بس بدون ما يشوف الصوره ككل، عمر ما هيوصل للنتيجه. حلو. هو قصه الموازنه العامه في مصر فيها مشكله. حلو. فيها مشكله كبيره جدا. ان انا بتكلم عن حاجه مهمه، ان لو حضرتك بصيت على مستحقات العاملين او الاجور والمرتبات زائد خدمه الديون زائد الدعم، هتلاقيها الثلاث بنود دول بيمثلوا اكثر من 90% من الموازنه. ده بيسبب لنا مشكلة ايه بقى؟ بيسبب لنا حاجة اسمها عدم فاعلية السياسة المالية. ان السياسة المالية الحكومة، ما خلاص لو انت 90% مش في ايد الحكومة هتعمل فيهم حاجة. يعني المرتبات تقدر الحكومة تقول انا هخفض المرتبات بكرة؟ لا. طب تقدر تقول ان انا مش دافع الفوائد ولا القروض بتاعتنا؟ صعب. تمام. جينا بقى ايه الجزء الكبير واللي بيمثل تقريبا حوالي 30% قريب من 30% من الموازنة؟ الدعم. طب نيجي لموضوع الدعم ده، هل بيصل لمستحقيه ولا لا؟ طب الارقام ما بتكذبش، الارقام ما بتكذبش. هي طبعا في احصائيات بتقول انه من 75 ل 79% من الدعم قبل عمليه الاصلاح الاقتصادي كانت لا تسعد لمستحقيها. يبقى انا عندي حوالي ما يقارب من 30% من الموازنه واحنا محتاجين الفلوس دي وبتروح لغير مستحقيها. طيب نبسط الامور للساده المشاهدين ببساطه شديده بالارقام بره. بعد اذنك. طيب خلال الخمس سنين اللي فاتوا مصر دفعت كام دعم مواد تموينيه، مواد بتروليه زائد كهرباء؟ الثلاث بنود دول مصر دفعت بالظبط، البند الاول مواد تموينيه 300 مليار، البند الثاني مواد بتروليه 450 مليار، البند الثالث كهرباء 125 مليار. ثلاث بنود دول بيمثلوا حوالي 875 مليار جنيه خلال الخمس سنين اللي فاتوا. تمام. ولكن احنا استقطعنا منهم، يعني وقفرنا منهم شويه. لا لا، ده انا هقول لحضرتك بس الفكره جايه منين. طب اتفضل. طيب اتفضل. طب تعالى نقول هل الكلام ده بيوصل لمستحقيه ولا لا؟ طيب اللي يوصل لمستحقيه، لو افترضنا انه ال 875 مليار وصلوا لمستحقيهم، لازم نعرف الاول هم كام المستحقين دول. المصريين تحت خط الفقر بيتراوحوا من 25 مليون ل 27 مليون، صح؟ خلي كمان في 25 مليون دول يعني محتاجين مساعده. فلو انا قسمت بالمباشر كده ال 875 مليار واديت للفقراء ال 27 مليون مصري فقير دعم نقدي بقى، مش عيني في صوره تموين وفي صوره كهرباء وفي صوره الكلام ده،
تعرف نصيب الأسرة في السنة هتوصل كام؟ كام؟ 17,500 جنيه، بمتوسط في الشهر 1,458 جنيه. في أسرة خلال ال5 سنين اللي فاتت من الفقراء وصل لها 1,458؟ لا، صح؟ تمام. طب لو قسمنا بس على ده، الكلام ده لو قسمناه على 50 مليون، لو قسمناها بقى على ال 27 مليون هنلاقي الرقم ده وصل ل 2700 جنيه. ده معناه ايه؟ معناه منظومة الدعم العيني اللي كانت مطبقة في مصر من الستينات عاملة مشكلة كبيرة جدا، انه في الدولة بتضخ فلوس كتير بس ما بتروحش للناس اللي المفروض مستحقيها. تروح لها. ابسط حاجة الناس بتتكلم على دعم الكهرباء. دعم الكهرباء هو حضرتك الراجل الغلبان اللي في قرية اللي معاه لمبة او لمبتين في البيت، نعم. المتواضع بتاعه هيستفيد ايه من دعم الكهرباء؟ طب لو معاه فيلا هيستفيد اكتر، لو معاه قصر هيستفيد اكتر، طب لو معاه 3 4 قصور وتم كام فيلا هيستفاد ومصنع أكتر وأكتر، حديد وصلب، هيستفاد أكتر وأكتر. يبقى هو الدعم كده بيروح لمين؟ للغني. للغني مش لفين. طب العربيات، دعم البنزين، بص حضرتك تلاقي الدولة بتدفع بدعمك، وكان دعم كبير جدا للبنزين زي ما حضرتك، يعني المواد البترولية زي ما قلنا خلال ال5 سنين اللي فاتوا الدولة دافعة فيهم، بتتكلم حضرتك عن 450 مليار. 450 مليار دول راحوا للفقراء اللي استخدموا البنزين وكان لا، انا لا كنت في لو المقدمه كنت بعمل تحليل كده للمركبات اللي موجوده، احصاء للمركبات اللي في مصر، يعني لقيتهم عباره عن كلهم على بعضهم 13 مليون تقريبا، يعني ملاكي بس، خلينا نتكلم على الملاكي، يعني حوالي 8 مليون. انا قلت ان هم 10 مليون، 10 مليون مواطن يمتلكون سياره ملاكي. بالظبط. اذا في ال5 سنين اللي حضرتك بتقولهم دول ان الدعم اللي هو كام؟ 450 مليار جنيه. 450 مليار جنيه راحوا لل 10 مليون مواطن. لا، ما دول دعم الطاقة، ما انا دعم فاهم، انا المواد بتكلم الطاقة يعني كلها. نسبيا، بالظبط يعني بالظبط مما بالظبط. يعادل او ما يقارب من 450 مليار مليار جنيه. مليار جنيه راحوا في خلال ال5 سنين دول لل 8 مليون 8 مليون او 8 لا، مليون او 10 مليون مواطن. طب وال 90 مليون بقى؟ بالظبط. فهي دي نقطة مهمة. ده حضرتك انت دولة في مشكلة في الموازنة العامة بتاعتها، وفي عدم فاعلية في السياسة المالية، عشان الحكومة معهاش فلوس تقدر تصرف على المصاريف، على تطوير التعليم وعلى تطوير الصحة والخدمات الأخرى. وفي نفس الوقت تلاقي انه واحد غني معاه 5 عربيات بيستفيد من الدعم، سفارة أجنبية معاها أسطول عربيات طبعا بياخد بيمون، ويبقى هو مديك معونة من الناحية، وناحية تانية عربيات بتدخل بتمون وبتستفيد من الدعم. نعم. الدعم جعل للفقراء، أساسا فلو كانت منظومة الدعم ما بتوصلش الدعم المستحقين وجب تغييرها فورا، نعم، وإلا احنا بنلف حوالين المشكلة. وبالتالي احنا في مصر التوجه الأساسي بتاعنا، وما معناش بديل إلا إنه احنا رفع الدعم والكلام ده، للأسف بعض وسائل الإعلام حاولت يعني حاولت توجه الموضوع أو تغلفه بغلاف إن الحكومة بترفع إيديها على الفقراء، في حين إنه الدولة بترفع مخصصات الدعم المباشر، الدعم النقدي الموجه للفقراء. أنا بتكلم عن تكافل وكرامة بس من 2015 دلوقتي 32 مليار جنيه لتكافل وكرامة، اللي احنا شايفين يعني الدخول منخفضة. نعم. بتكلم على زيادة في المعاشات غير مسبوقة، بتكلم نعم. عن حد أدنى للأجور تم تطبيق من 1 يوليو الشهر. يبقى القصة مش قصة إن الدولة رفعت إيديها من الفقراء، قصة إن أنا عندي موارد مالية لابد، وأنا محتاجة جنيه. الدولة، الموازنة، الحكومة المصرية محتاجة للجنيه الواحد، ولو عندها مشروعات طموحة جدا عاوزة تعملها، وبالتالي كان لابد من ترشيد الدعم ده. ترشيد الدعم بمعنى إن كل من لا يستحق دعم الحكومة لا يجب أن يصل إليه أي من الدعم. في حد عاقل يختلف على الكلام ده؟ لا طبعا، ما فيش بس أي هي حد في الرسالة الدنيا توصل مختلف. للمواطن البسيط إزاي؟ الرسالة اللي واصلة إنه الدولة بترفع إيديها على الغلابة وارتفاع الأسعار وإلخ إلخ والكلام ده. لكن إحنا هل في ده الخطوة دي وجبة؟ دي وجبة من السبعينات، ولو الرئيس السادات كمل في منظومة الإصلاح الاقتصادي اللي تبناها بين 74 ل 76 كان زماننا دلوقتي كتفنا بكتف كوريا الجنوبية. فإحنا تأخرنا كتير.
تمام. طيب بعد اللي حصل ده ايه اللي حصل ده؟ واحنا الدوله بدات توفر مبالغ ماليه، يعني انا بتكلم الموازنه السنه اللي فاتت كان دعم بس المواد البتروليه كان فيها السنه فاتت في الموازنه 79 مليون مليار، وتمت زيادته بعد زياده البنزين في وسط السنه الماليه لحوالي 120 مليار، السنه دي 52 مليار. نعم. الوفر ده هتوديه فين؟ الله، هو احنا نسينا انه الرئيس السيسي وهو بيحلف اليمين قدام مجلس النواب قال انه في المرحله الجايه هي مرحله بناء الانسان المصري؟ نعم. احنا نسينا ده؟ طب بناء الانسان المصري ايه؟ حدده في حاجتين، تعليم وصحه. صحيح. طب لما بتكلم عن تعليم وصحه انا هجيب فلوس منين؟ حضرتك النهارده الموازنه هتبقى زياده دعم موازنه التعليم الى اللي هتوصل ل 134 مليار جنيه، وزيادة دعم الصحة إلى وصل هتوصل ل 124 مليار جنيه. احنا متهيالي عمرنا ما كنا نحلم ان احنا في الموازنة بتاعت بلدنا نوصل للأرقام دي. احنا طبعا طمعانين، اكتر بالظبط. التعليم 234 234 ولا 134؟ لا 234، الصحة 124. بالتالي اجماليهم هتلاقيها حضرتك داخلة على حوالي، يعني بيتكلم عدة ال 350 او 360، يعني بغض النظر عن الارقام، لكن احنا ما حصلش ده في تاريخ مصر خالص. صح. ليه؟ لانه حضرتك انت بتتكلم دلوقتي سياده الرئيس حدد وهدف واحد وقال انه الفتره الجايه فتره بناء الانسان المصري، وتحددت في التعليم والصحه، وشفنا بقى الصحه 100 مليون صحه، المبادره جميله بتفكرنا بمبادرات قبل كده تبنتها الحكومه المصريه زي شهاده الاطفال وزي البلهارت والكلام ده، لكن دي ده بالاضافه للحمله الخاصه باكتشاف مرض السرطان حاليا لكل مراه في ربوع مصر. كويس. بالظبط. تمام. بالظبط. دي حاجه، احنا كنا في كارثه، يعني فيروس سي كان كارثه، لو مصر تعرضت لحرب بيولوجيه ما كانتش اصيبت بنسبه الاصابات في فيروس سي بالطريقه دي. أنا كان فعلا شعب مريض في الجزئية دي، كان بيسبب فعلا وباء، وعشان كده احنا ابتدينا بهذه الحملة، أول حملة تقريبا، وكانت نجحت بشكل أزهى للعالم كله، مش بس أزهى لنا احنا كمصريين، ونجاحها بدون قطع كلامك، معلش بزود على كلام حضرتك، يعني ونجاحها يرجع إن المصريين تفاعلوا مع هذه الحملة وحصل عندهم ثقة في دولتهم ان هم بيتكلموا بجد، ان هم عايزين يكتشفوا المرض ويعالجوكوا ببلاش. بس اقول لحضرتك حاجه، من ساعه الرئيس السيسي تولى مقاليد الحكم في مصر والحكومات بتتحاسب على كل كلمه بتقولها، يعني نعم. مفيش وزير بيقول حاجه وما بيعملهاش وبتعدي الامور كده عادي، لا، مفيش وزير ولا مسؤول بيطلب منه يعمل حاجه وما يعملهاش والموضوع هيعدي، لا، الناس بتتحاسب. أنا كعميد كلية بتحاسب. تمام. رئيس الجامعة عندي بيتحاسب، وزير التعليم العالي بيتحاسب، وبالتالي وده يصدق على كل الوزارات في الجهاز في المحليات نفس الحكاية. فالموضوع محكوم بطريقة يعني فوق ما حضرتك تتخيل، يمكن إنه في توجهات استراتيجية للدولة المصرية كل من هو مسؤول وفي الجهاز الإداري للدولة لا بيتحاسب على الاداءات والعمليه ما بقتش في اطار وعود دلوقتي، يعني احنا ما بننتظرش من الحكومه المصريه بتقول وعود ولا مبادرات. نعم. احنا بننتظر من الحكومه المصريه، وده اللي بتعمله الحكومه المصريه، ان احنا نقلنا فكر التنفيذ وفكر دولاب العمل من المبادره الى الاستراتيجيه. نعم. ودي بدات من القياده السياسيه تبنت رؤيه مصر للتنميه المستدامه 2030، وبالتالي كل وزاره من الوزارات دي بدات يبقى تشتغل في اطار استراتيجي معين، ما هيش بس مبادره الوزير ده، الوزير ده مشي، يجي الوزير اللي بعده يهد المعبد ونبتدي من اول وجديد. طيب دكتور هستاذنك بدون قطع كلامك، يعني بما ان احنا لسه في اطار موضوع الصحه ده. يعني ودعم الصحه دلوقتي ان هي زادت ل 124 مليار جنيه، احنا دلوقتي في بداية منظومة التأمين الصحي اللي ابتدت في بورسعيد. وكثير من المصريين كانوا بيقولوا هو اشمعنى بورسعيد هي اللي ابتدت فيها؟ لانه بكل بساطة شديدة محافظة صغيرة وبيحاولوا ان هم وحضرية، وفي نفس الوقت هم بيحاولوا ان هم التجربة بتبتدي لسه، هي تجربة تجريبية، ها، التأمين الصحي يعني تجريبي في شهر 7، وإن شاء الله في شهر 9 بإذن الله تعالى هتكون بقت إن شاء الله اكتملت التجربة ويبقى ماشيين بقى بالتأمين الصحي بشكل المطلوب بإذن الله تعالى. كلمني بعد إذنك عن هذه المنظومة اللي أكيد هتفرق مع المواطن المصري. بالظبط. بص احنا كبشر
يهمني اول حاجه لو انا صحتي مش كويسه مش هعرف اروح شغلي، مش هعرف اشتغل لو طالب، مش هعرف اروح اذاكر، مش هعرف اذاكر، مش هعرف اروح المدرسه. لو انا كبشر والبلد استثمرت فيها فلوس كتير جدا وبعتتني بره واستثمرت فيها فلوس وجيت تعبت ومرضت، الاستثمارات دي كلها وقعت على الارض، ده صح؟ صحيح. وبالتالي الاساس في الانسان الصحه. لما نيجي الوضع الصحي في مصر وخصوصا في المستشفيات العامة، وضع لا يخفي على أحد أنه هو وضع سيء، فوجب إذن أن إصلاح المنظومة دي. نعم. إصلاح المنظومة ما تبقاش بقى بمبادرات، لا ده أنت بتغير التوجه الاستراتيجي كله. إزاي الراجل الغلبان ده، خلي بالك اللي أنا كنت بقول عليه، يروح يقف عشان ياخد أنبوبة بوتاجاز ويقف في طابور عيش عشان ما أعرفش يعمل إيه وكده، لا. وكان ممكن يروح مستشفى عام يدفع جنيه وفي الاخر ما بيلاقيش الخدمة المطلوبة، ازاي ده يبقى فعلا متغطي بصورة كويسة جدا بحيث انه لو تعب هو او ابنه اي حد في افراد اسرته يقدر يلاقي الرعاية الصحية الكاملة بغض النظر عن مستواه المادي ايه. وده معناها مفهوم التأمين الصحي، انا غني انا فقير هلاقي الرعاية الصحية اللي هي تقدر فعلا تحسسني الرعاية بأمان، الصحية الإيقاع للموجودين واللي المصريين. تحسسني بأمان واللي بتحسسني، وده من أسس الانتماء داخل الدولة، نعم. ده من أسس الانتماء داخل الدولة. تجربة في بورسعيد زي ما حضرتك تشرفت وتفضلت وقلت إن محافظة بورسعيد محافظة حضارية، محافظة حضارية الوحيدة الحضارية كاملة في مصر، محافظة عدد سكانها صغير، نسبة التعليم مرتفعة فيها فعلا، أعلى معدلات التعليم فيها، معدلات الدخول مرتفعة جدا في بورسعيد، فبالتالي هي مناطق جغرافية برضو، هي كلها على بعضها برضو منطقة جغرافية محدودة، يقدر يقيم فنقدر نقيم المنظومة اللي المنظومة بتحصل. ككل. غير إن أنا لو رحت بقى محافظة كبيرة بقى فيها 15 ولا 18 مركز، دي هتبقى العملية صعبة حبتين. فبالتالي وده المبادرة دي داخلة في إطار برضو توجه الدولة المصرية وتوجه القيادة المصرية لبناء الإنسان المصري والتركيز على التعليم والصحة. في مفيش دولة، مبادرة بدون قطع كلامك، مفيش دولة في العالم لحد 2019 ميلاديا وهي دايما الهدف الرئيسي ان هي توصل لمنظومة تأمين صحي لشعبها بشكل جيد. بالظبط، ده في انتخابات اساسا رئاسية في دول عظمى يعني بتسقط او بتنجح بانك انت عملت منظومة كويسة ولا لا للتأمين الصحي. بص بقول لحضرتك، هو يحسب للرئيس حاجة، انه ما بيحسبش حسابات سياسية فيما يتعلق بالقرارات الرئيسية الأساسية اللي بتمس الشعب المصري، هو بياخد القرار الصح وقرارات جريئة جدا بغض النظر عن وزي ما الأحداث، شفنا احنا رفع الدعم قبل انتخابات الرئاسة. مصلحة لو مصر انت أولا، شفت في أي مكان تاني صحيح. هتلاقيه يقول لك طب نستنى بعد الانتخابات ونبدأ نعمل، لا، هو رئيس حاطط جدول معين بخط بزمن معين بتوقيتات معينة وبينفذ انا اقصد يا دكتور بدون قطع كلامك، انا اسف برضو تاني، انا اقصد انه مش عندنا بس، لا بالظبط، في معظم دول العالم الوصول لمنظومة تأمين صحي فعلا صح ما زال بيدور عليها. وفي الولايات المتحده الامريكيه انا كنت مقيم فتره كبيره هناك، نفس الحكايه ما زال برضه يعني العمليه، بتلاقي احيانا فعلا انتخابات الجمهوريه والديمقراطيه ممكن بتفرق فيهم حاجتين اساسيتين، التامين الصحي واعانات البطاله والرعايه الاجتماعيه، وهو ده اللي انا بتفرق قصدي عليه. بالظبط، بتفرق جدا جدا. احنا حاليا الدوله المصريه حصل في تغير كبير جدا في توجه كيفيه اداره الدوله، وفي خطوات كبيرة جدا متسارعة برضو في حاجة زي ملف اللامركزية. لأن خلي بال حضرتك برضو، لو أنا بتكلم على منظومة الصحة، لو أنا كل القرارات الخاصة بالصحة أو التعليم، الاتنين الأساسيين دول، الخدمتين الأساسيين اللي بتقدمهم الحكومة للمواطن بتسمع فيه على طول، بتمس مباشرة، بتمس حياته مباشرة، لو كل القرارات المتعلقة بيها بتتاخد بصورة مركزية على مستوى الوزارات على مستوى القاهرة، تبقى كارثة. دي اللي احنا كنا عايشينها الفترة اللي فاتت. احنا دلوقتي بدأت منظومة اللامركزية تمشي شوية في مجال التعليم، متوقع برضه في الصحة، بحيث في قرارات معينة تتعمل على مستوى المديرية وفي قرارات على مستوى الإدارة. كويس. في حرية. ده تغير جوهري. نسبة الثقة تزيد في البلد. نسبة الثقة بتزيد ليه؟ لسبب، لأن المسؤول اللي هو بيقدم الخدمة هيبقى عارف احتياجات المواطن اللي هو بيتعامل معاه بصورة يومية. تمام. غير انه لو انا بتكلم على مسؤول مقيم في القاهرة، ما هوش عارف
الفرق بين المواطن اللي في بورسعيد واللي في اسكندريه واللي في سوهاج واللي في جنة واللي في مطروح. حضرتك دكتور علي مسعود استاذ اقتصاد بجامعه بني سويف، استاذ اقتصاد، هل حضرتك شايف ان احنا كان ممكن نزود المرتبات من 1200 ل 2000 جنيه لو ما كناش عملنا توفير للدعم في سنه 2018 ل 21 مليار، والسنه دي اللي هو 2019 37 مليار؟ بس تكلفته كبيره، انك انت هتزود ديون، هتزود ديون، والديون دي هتردها تاني، فبالتالي انت قللت التكلفه بتاع الديون، لان احنا دلوقتي على فكره برضو فكان البديل صعب جدا انك انت هتقترض عشان تزود مرتبات. بالظبط، ومحدش بيعمل كده دلوقتي، محدش بيعمل كده دلوقتي. فكون ان احنا نبدا نقلل الدعم اللي هو ما بيروحش لمستحقيه، ونوجهه لتوجهات ثانيه زي زياده في المرتبات، حدود حد ادنى للمرتبات عشان نتعامل مع الفقر ومساواه الفقر ودعم خدمات التعليم وخدمات الصحه، ده بديل اللي اتخذته الحكومه، هو كان الرد الامثل والسياسه المثلى للتعامل مع المشكله دي. لكن كان في بديل، كان في بديل اقترض بس واحنا سدد تاني، واحنا معدل الديون اساسا بننقد نفسنا، بنقعد نقترض او اطبع فلوس برضه ودي، وتكون النتيجه فشل انه ارتفاع الاسعار طبعا، وزي اللي حصل مثلا في تركيا او غير وفي بعض الدول وفنزويلا والكلام، هتلاقي نفسك واقع في مشكله. راي حضرتك ايه في التوجيهات اللي حصلت دلوقتي في انك انت ما تزودش سكك الحديد وتذكره القطر، ما تزودش الغيف، ما تزودش المنتجات التموينيه، وفي نفس الوقت انا يعني تقريبا الميكروباص بقى بيزيد جنيه، رايك ايه في ان هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول في الفتره اليومين اللي فاتوا دول زودوا المنتجات في السوق اكثر واكثر مع بدايه ترشيد دعم المواد البتروليه؟ بص اقول لحضرتك حاجه، هو ملاحظ الفتره الاخيره انه المحليات بدات تدخل بصوره كبيره جدا، والمحليات على مستوى المحافظين ورؤساء المدن بقوا اكثر وعيا وادراكا للخطوات اللي بتتخذها الحكومه، وبالتالي اللي حصل انه حاليا فيما يتعلق بحكم بقى وضبط الاسواق، ضبط الاسواق حاليا المحافظات كلها فيها غرف عمليات فعلا متابعه القرارات دي وتاثيرها. لو بتكلم على زياده في التعريفه، هل السواقين رفعوا زياده ولا ما رفعوش والاثر، فحاليا فعلى كل المحافظات في غرف عمليات موجوده 24 ساعه عشان متابعه الموضوع ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما بتكلم على اثر القرارات دي على الاول اللي اتخذته الحكومه وفي توجيهات الرئيس انه في سلع معينه ما تزودش عليها، طبعا لانها اولا حتى في رفع الاسعار اللي احنا قلنا التسعير التلقائي، ما هو هنلاقيه مش هينطبق على قطاع الكهرباء مثلا على سبيل المثال والمخابز، عشان ما ينفعش لو انا رفعت سعر السولار على المخابز طبيعي لازم هيزود السعر، او هتاخده انت من الناحيه الثانيه كحكومه هتدعمه، فاللي هتاخده من الزياده دي هتديه للمواطن لصاحب المخبز. فالحاجات الاساسيه في توجيهات واضحه ومباشره ان انا ما ينفعش ازودها في الفتره دي. الجميل بقى انه قبل احنا ما بنرفع اسعار الطاقه ورفع عادل جدا، لان عشان الكلام اللي احنا قلناه في البدايه، شفنا هي الفئات اللي هي اكثر ناس هتتضرر من الكلام ده، اللي هم فئه اصحاب الدخول الثابته، واصحاب الدخول الثابته دول اللي هم الموظفين والمعاشر. عشان كده قبل ما ناخد الاجراء ده، قبلها كانت الحكومه واخده قرار برفع الحد الادنى للاجور، وفعلا من 1 يوليو فعلا الزيادات نزلت على المرتبات، وزياده بحوالي 10% زائد 150 جنيه علاوه غلاء، فيما يتعلق بالمعاشات 15% زياده وبحد ادنى 900 جنيه. ده معناه ايه؟ ده معناه انك انت برضو بدات تاخد فكر اللي هو الخطوه الاستباقيه، ان انا قبل ما اخد القرار لا بمهد له. تمام. الحاجات لو انا بتكلم على سعر التذاكر
القطارات، وخصوصا القطارات بقى اللي هي المميزه والدرجه الثالثه والكلام ده، الناس اللي بتركب فيها فعلا هم مستوى الدخول بتاعها منخفض، بيركب حتى ثانيه مكيفه برضه مستوى الدخل بتاعهم مش ده، لابد انه يتاخد في الاعتبار، عشان انا برضه مش عاوز انه ده يكون سبب في ارتفاع في الاسعار مبالغ فيه، لان احنا دايما في موقف زي كده اللي بيحصل حضرتك كتير، احنا كبتوع اقتصاد في حاجه اسمها اوفر شوتينج، ان انا لما باخد اجراء معين بيحصل انه تحصل ارتفاع في الاسعار زياده عن اللازم، يعني ما زودنا مثلا يعني حصل في زياده في اسعار البنزين، لو المنطق مثلا نقول الاسعار مثلا تزيد بنسبه 2%، معدل التضخم يزيد ب 2% او 1%، ده كلام افتراضا ما هوش تمام، لكن في الواقع هتلاقيه زاد بنسبه 5%. تمام؟ بعد كده هتلاقيه يبدا ينزل بالتدريج على قد ما يوصل للمستوى الفعلي مفروض للزياده في الاسعار. بعد اذنك. بيرفع مره واحده وبعدين بيبدا ينزل وبعدين تدريجي. يبتدي ينزل. واحنا هو نازل احنا ما بنحسوش. هو بقى بينزل. ما بنحسوش خالص. لا احنا محتاجين نحسه ومحتاجين نراقب نفسنا. كمصريين يعني الشعب نفسه يراقب نفسه، يراقب اللي حواليه، ان هو انت ما تبقاش تاجر مفتري، ما تبقاش تاجر مش يعني مش وطني في انك انت عايز تستغل السعر وخلاص، انك انت بقى اكيد علينا دور ان احنا لما تطلع ال 5% دي فجاه يعني وتبتدي تنزل تاني احنا لينا دور. بس اقول لحضرتك حقيقة، هي دي انا ما اقدرش ان انا اقول ان الحكومه ليها دور كبير جدا فيها، لسبب لان احنا لكن عليها دور. عليها دور لكن الدور اكبر لمؤسسات المجتمع المدني والاعلام والتوعيه لسبب بسيط جدا. اولا احنا دلوقتي انا مش هقدر كحكومه هقول الراجل بتاع ده ما يبيعش السلعه دي الا بسعر كذا، مش هقدر يعني ما اقدرش نظام التسعيره الجبريه والكلام ده يعني ولا فعليا هيتنفذ ولا لكن دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا برضو في آلياتنا ما بنبصش على انه التاجر ده لازم يبقى مواطني ومخلص، ولا هو هدفه الربح، هدفه يزود الربح ازاي صح؟ هنا ازاي الوعي المواطن ووعي الشعب يبدا يتعامل مع الظاهره دي. حصل قبل كده في احد الدول وواقعه شهيره جدا انه احد الشركات اللي هي بتبيع بيض رفعت السعر بصوره مبالغ فيها. الناس ما راحتش اشترت ببساطه شديده، سمنه خلاص بنقص ناخد بيض النهارده. طبعا الفراخ عمرها ما هتبطل تبيض والمخزون هيزيد وبالتالي هيبوظ. فبداوا ينزلوا الاسعار بصوره كبيره جدا والشركات اعتذرت، وكانت النتيجه في نهايه الموضوع انه سعر البيض نزل عن المستوى اللي كان فيه قبل المشكله ما تحصل. هنا بقى نقدر نقول وعي، وهنا دور الاعلام ودور مؤسسات المجتمع المدني ودور المواطن انه يبقى برو اكتيف، يعني المواطن يبقى هو ياخد الخطوه من عنده، يعني يحس انه حد هيستغلني ادور على بديل. انا شفت بعد اذن حضرتك امبارح واول امبارح فيديوهات لبعض الميكروباصات، حوار جوه الميكروباص كان حد بيصورهم يعني وجدل انت ازاي زودت مش عارف ايه 2 جنيه لا هو المفروض جنيه اصل ما اعرفش ايه، والراجل اللي هو بياخد ما اعرفش المحصل اللي بره ده بيبقى بره العربيه واقف بيقول له لا احنا ما اعرفش إيه، والمواطنين رجاله وستات استجابوا ان هم يبتدوا يبقى في جدل ان لا ما تزودش علينا السعر، لا احنا مش المفروض ان احنا ندفع كذا. بس اقول لحضرتك حاجه، هو مصر اتغيرت كتير جدا من ناحيه ان المواطن بدا يشارك وياخد خطوه لقدام، بدا يبقى جريء. دي حاجه كمصر كشعب مصر ككل. اما جيل الشباب بقى، جيل الشباب وصغيرين دول واخدين خطوات قدامنا احنا، يعني غير جيلنا احنا، لا الولاد لا ما بيسكتوش، ولو في حاجه حد بيستغلهم الولاد بيقفوا وبيبقى عارف حقه فين وبيعرف يجادل وبيعرف يعمل يثبت حاله، واحنا جيلنا احنا تربينا ان احنا يعني عشان ابان شكلي مش وحش ان انا عشان جنيه زياده. لا الجيل اللي طالع ما شاء الله الله اكبر نص جنيه يوقف الولد ويعمل مشكله كمان عشان يقول له لسه صدقني كان الحوار بيتكلم على نص جنيه وربع جنيه بالظبط، وده اللي احنا عاوزينه في الحوار في الفيديو اللي انا شفته ده يا فندم اللي احنا عاوزينه ده احنا عاوزين انه المواطن المصري يبقى بالطريقه دي مبادر في كل حاجه، لو شاف حد مخالف ماشي مخالف يبادر، لو شاف حد بيرمي زباله في الشارع يبقى يبادر ويقف لانه دي في الاخر بلده وده الشارع بتاعه وده المكان بتاعه.
ده وعي بقى. الاعلام بيقوم بدور كبير جدا في 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 التوعيه. دور تمام. الاعلام خطير جدا. قلش عن دور التعليم. طيب واحد من ضمن الحاجات المهمه جدا وهي انبوبه البوتاجاز ودور الدوله في ان هي زودت الدعم الخاص بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه، والهدف انك انت ما يبقاش في بيت ما وصلوش باذن الله تعالى في يوم من الايام الغاز الطبيعي للبيت. تمام كويس. ده بيحاول هذا الاتجاه بيحاول ان هو يوفر من الاستيراد بالظبط، وانك تدفع فلوس بالدولار لاستيراد انبوبه البوتاجاز، صح كده؟ او الغاز اللي في انبوبه البوتاجاز. طيب هو احنا مبدئيا في موضوع الغاز الطبيعي دلوقتي بقى سقاء نقدر نقول عندنا اكتفاء، يعني شبه اكتفاء ذاتي منه، ففيش مشكله من ناحيه الاستيراد، ولكن ما زلنا الان بندعم وحتى بعد الزيادات دي في دعم لل الدعم. حتى لما بقول حضرتك هنا غاز، قصدك الدعم غاز بالانبوبه ولا قصدك بالغاز الطبيعي اللي احنا؟ لا لا، الغاز الانبوبه اللي هو البوتاجاز. تمام. اللي انا عاوز اقول لحضرتك، انا قد اتفهم اني تدعم انبوبه البوتاجاز اللي رايحه الفقير، اتفهمها دي، لكن مش متفهمها وما اقبلهاش كمواطن مصري، مش كاقتصادي بقى، لا كمواطن مصري، ان الحكومه تدعم انبوبه البوتاجاز في مطعم او في فندق 5 نجوم. لو في مطعم ده بيزنس، صح؟ صحيح. بيولد فلوس، صحيح. هدعم له ليه البوتاجاز هدعم له ليه انبوبه البوتاجاز بتاعه؟ ده كده كده هيحملها على التكاليف، كده كده هيزود الفاتوره. اللي هيدخل هياكل عنده في مطعم 5 نجوم ولا في مطعم ما اعرفش فين ولا في كافيتيريا ايه، كده كده يعني ادفع ادعم ليه انا ادعم بوتاجاز ازاي للكافيه بيبيع بي 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 كوبايه الشاي ب 30 جنيه ب 35 جنيه في ماتش مصر وجنوب افريقيا مثلا؟ لا، ويمكن وده في اماكن تانية اكتر واكتر حضرتك. بالظبط. بالظبط. ادعم له ليه انا انبوبه البوتاجاز وادفعها من ميزانيه الدوله وهو بيبيع كوبايه شاي ب 35 جنيه للمواطن في مباراه زي كده؟ ده بيزنس. بيزنس جزء منه عناصر تكلفه، زي تكلفه لازم يدفع تكلفه الكهرباء كامله، لازم يدفع تكلفه البوتاجاز كامله وعليها القيمه المضافه كمان وعليها ضريبه القيمه المضافه، وبيقدم خدمه وبيبيعها للمستهلك وبيلاقي الزبون بتاعه وبيحقق ربح كويس. هتدفع له ليه؟ ببساطه شديده، الدوله تدفع له ليه؟ الدوله ليه تدفع للفنادق الكبيره اللي بتعمل اللي فيها مطاعم والخ الخ الخ؟ الدوله تدفع تدعم ليه قرى سياحيه فيها انابيب بوتاجاز في المطاعم بتاعتها؟ فيش مبرر، ما حدش بيعمل كده دلوقتي. فبالتالي انا كمواطن مصري مش كاقتصادي، لا انا لن اقبل ذلك، مش متقبلين ذلك. لا، ده هو يدفع ثمن التكلفة زائد الضريبة المضافة كمان. انا ما بقولش ناخد ضريبة من وراه، بس لا، يدفع التكلفة زائد قيمة ضريبة القيمة المضافة. وبعد كده لو الخدمة اللي هيقدمها هو هيحملها على في الاخر، هو هيحملها على السعر. طالما الزبون معاه فلوس ويقدر ياخد كوباية الليمون ولا كوباية الشاي ب 60 جنيه يبقى زي الفل. انا هدفع له ليه؟ هدفع له ليه كحكومة من جيبي؟ صحيح. فهي بسيطة. صحيح. يعني دي حاجات برضو محتاجة في الإعلام يركز عليها ووفقا لخطة ممنهجة. احنا محتاجين برضو الوعي لدى الشعب المصري فيما يخص بالتحديد فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي. نعم. محتاجين الإعلام يركز عليه وقدم للمواطن بصورة بسيطة جدا. ليه؟ لسبب، لأن موضوع الدعم ده في البداية كان فيه انتقادات شديدة جدا، ولو بصيت هتلاقيها من قنوات معينة. ليه؟ لأنه أصحاب القنوات دي رجال أعمال، هم الضرور من الدعم. الراجل كان بيوفر له حوالي في السنة مثلا 50 مليون جنيه. لا، ممكن 50 مليون جنيه دعم كانت رايحة له في طريقة أو بأخرى. دلوقتي الحكومة تكلم دعم، فممكن نلاقي مستضيفين حد يتكلم بقى عن دعم بطريقة إيه؟ لا يعني فيها إيحاء إنه دكتور ده ما بقاش موجود بشكل بالظبط. على القنوات المصريه ما فيش الكلام ده، انما القنوات بقى اللي هي الخارجه اللي هي اساسا بغض النظر دعم مش دعم، هي مش طايقه الهجمه على طول. انا مش طايقه الدوله المصريه وعايزه انهيار للدوله المصريه. وعندنا خبر النهارده انه جماعه الاخوان كانوا منضمين مع اجهزه مخابراتيه في دول اوروبيه. ده طبيعي، طبيعي مصر لانهيار مصر، للوقوف امام التقدم الاقتصادي اللي بيحصل في مصر. ده طبيعي جدا، ده مش القنوات المصريه ابدا. لا، بص اقول لحضرتك، ولا رجال اعمال مصر. لا، في البدايه كان في، لكن دلوقتي لا، الامور
ماشي في الاتجاه اللي احنا راغبينه، زي ما حضرتك قلت في اعلام موجه ومن بيبص من دول تانية. نعم. هدفه اي خطوه بتاخدها الدوله المصريه بيبدا يشرح فيها بطريقه او باخرى. موضوع الاصلاح الاقتصادي المصري، احنا اللي انا عاوز اقوله هنا محتاجين فعلا تبسيطه للناس عشان يبقى عندنا دعم وعي ودعم، لانه برنامج الاصلاح انا في بس اقول لحضرتك حاجه، لو الحكومه بتعمل حاجه لصالح المواطن يبقى لابد انه تقول له كل حاجه بكل شفافيه، لان انا بعمل حاجه ليك انت انا هخبي ليه عنك؟ انا هقول لك. وذلك احنا التوجه بتاع الدوله المصريه والقياده السياسيه، الاول كنا تمام، لو كنت حضرتك فاكر تمام وكل حاجه تمام وزي الفل وماشيين تمام، فجاه لقى مصيبه حصلت. صحيح. تمام. دلوقتي لا، احنا اعلى حد في القياده السياسيه نفسها واعلى حد على راس الدوله المصريه بيطلع بيقول لك احنا عندنا مشاكل 1 2 3 4 4، ساعدوني احل دي، ساعدونا احل دي. يبقى اي مسؤول في اي مكان بيقول لنا كمان احنا هنحلها ازاي؟ هنحلها ازاي؟ آه. تمام؟ يبقى ليه؟ في اي مسؤول في اي مكان بقى، ايا كان حجم المكان ده، لابد انه يبقى في شفافيه عشان يبقى في مصداقيه، عشان لو في شفافيه ومصداقيه هيبقى في دعم للبرنامج الاصلاح. تمام تمام. لكن لو انا حاولت ان انا اخبي حاجه تبقى كارثه، لانه هيقلل من الشفافيه، هيقلل المصداقيه، هنلاقي ما فيش يعني برامج الاصلاح في الدول محتاجه كتله لدعمها. يعني اي برامج، احنا اللي بيحصل في مصر دلوقتي مفاصل الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية، هيكل الاقتصاد المصري كله على بعضه بيتغير. يعني تعرف حضرتك انت بتجيب كده هيكل العربية وبتشيل مفاصل وبتحط قطع غيار جديدة تماما. نعم. ده معناه ايه؟ ده معناه ده مش هيحصل الا لانه اثناء عملية الاصلاح ده هتحصل مشاكل كتير جدا وفي ناس هتدفع ثمن والقصة دي. ازاي انت تقدر فمحتاج قوة معينة وكتلة معينة واقفة ورا برنامج الإصلاح ده. الكتلة دي ما ينفع حاجتين بس اللي يقدروا يعملوا، الإعلام وهو الأقدر بكده، ومنظومة التعليم. منظومة التعليم ما عندهاش المرونة الكافية إنها تتواكب مع الموضوع ده. مين اللي عنده القدرة إنه يبدأ يتكلم في حاجة زي كده ويبقى مرونة ويتابع يوم بيوم؟ وعشان كده حضرتك احنا قاعدين حتى لو في باتش كورة منتخب مصر بيلعب في استاد مصر دلوقتي مع جنوب افريقيا، احنا برضو ملتزمين بان احنا نوعي المجتمع المصري ونقول للمصريين ان احنا واقفين جنب بلدنا، وبنقول ان احنا عندنا 67 مليون مواطن بيستفيدوا من بطاقة التموين. بالظبط. حضرتك ازاي النهارده خبر بيقول انه مفيش زياده في المنتجات التموينيه؟ الدوله بتعمل ايه في المنظومه دي عشان الخبر ده ينزل النهارده ويقول مفيش اي زيادات في المنتجات الخاصه بالتموين المصري اللي بيستفاد منها 76 مليون مواطن مصري؟ ما ببساطه شديده على سبيل المثال، لو انا بتكلمت موضوع العيش، قلنا اي السولار على سبيل المثال، السولار اللي هو السولار اللي رايح للمخابز مش هيرفع عليه، مش هيحصل عليه زيادات، ومش مش هيخضع للتسعيره بقى اللي هي كل 3 سنين التسعير التلقائي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ما بضغطش على المنتج ده. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا في كل السلع التموينيه دلوقتي، لا احنا موقفنا الانتاجي في مصر قوي جدا بفضل الله. قوي جدا. متوقع خلال الفتره اللي جايه، لا المناطق الصناعيه بتاعتنا ما بتشتغل، المشروعات الكبيره زي محور قناه السويس والمسدس الذهبي والنقطه مهمه برضو، المناطق اللوجستيه اللي حاليا وزاره الاستثمار بتعملها في كل محافظه دايما بتحصل، لا هيغيرت لنا بقى شكل اللي احنا بنسميه الماركت تشين او سلسله السوق. فهتلاقي الاسعار بدات تنخفض. هو اللي في مشكله دلوقتي في سلسله، هنلاقي ان الاسعار ابتدت تنخفض او بترتفع، ولو ارتفعت ترتفع بمعدل صغيره. كويس. تمام. ليه؟ لانك انت بتعمل بس فهمني اكتر بعد اذنك. طيب اقول لحضرتك ببساطه شديده، بقول لحضرتك حاجه، ايه فائده المنطقه اللوجستيه على سبيل المثال وعلاقتها بالاسعار؟ يعني تيجي دلوقتي منتج، انا مزارع وعاوز اصدر حاجه بره، او عاوز اجيب حاجه ابيعها هنا في القاهره. نعم. ده بتبقى تكلفتها عاليه جدا. نعم. وعمليه فرز والخ بيكلف تكاليف عاليه جدا كمزارع لوحده. لما تبقى في منطقه لوجستيه خاصه بالحاجات دي وبتجمع الحاجات دي بقى بتبقى كميات كبيره. حضرتك ممكن انا قصدك بدون قطع كلامك مثلا الصوب الزراعيه الكبيره اللي احنا عملناها، المنظومه دي مثلا ده جزء منها، لان كل منطقه
الصوبه يبقى فيها منطقه لوجستيه خاصه بيها. تمام تمام. ده نقله كبيره. موضوع الصوب ده حضرتك نقله كبيره جدا في سوق الخضار في مصر تماما. حتى في الجوده، في الجوده نفسها، وازاي انت بتتحكم في جوده المنتج، لان من البدايه، من بدايه الانتاج لحد ما بيتباع. ده محتاج برضه منطقه لوجستيه، ازاي انك انت تقدر تبيع بشكل هيقلل من التكاليف وهيقلل من جشع التجار بقى في الحلقه اللي في النص. يعني حضرتك ابسط المثال، ممكن النهارده البطيخه في البحيره مثلا، البطيخه الواحده في البحيره ممكن بتطلع من 6 جنيه ل 8 جنيه. نعم. تمام؟ ما بتتباعش اقل من 20 جنيه 25 جنيه. ده راح فين بقى؟ أيوة. اللي هي السلسله بقى بتاعت من تاجر لتاجر، وده بيزود وزيادات مش يعني ازيد من اللازم. فهتلاقي في النهايه المنتج نفسه البطيخه دي ب 8 جنيه ممكن تبقى مكلفاها 6 جنيه، هو كسبان فيهم 2 جنيه بس، الراجل التاجر اللي هو بس خد البطيخه وباعها يكسب فيها 5 جنيه و10 جنيه. ده النقطه، ازاي انت نبدا برضو كتر المناطق اللوجستيه والحاجات دي هيقلل لك بقى الحاجات دي. فده هتلاقيها بدات تاثر على معدلات الزياده في الاسعار في السوق نفسه من مرحله لمرحله تانيه. انك انت تزود المنتج في السوق، فلما يبقى المنتج موجود اكثر من المطلوب او يعادل المطلوب على الاقل، يبقى السعر يا اما هيفضل زي ما هو وبتلغي الاحتكارات اللي في النص. بالظبط، بتلغي الاحتكارات اللي في النص. ما انت في كل منتج هتلاقي في كل محافظه في كام تاجر كده هم اللي بيمسكوا، هم بقى يبقى امبراطور متحكمين بقى. يعني متحكمين. انت في القصص دي في المناطق اللوجستيه انت هتقفل دي خالص بقى، تقفل الحنفيه دي خالص، هتقفل المفصل ده بطريقه كبيره. فهتلاقي الموضوع بدا ايسر، وبدات مستويات الزياده في الاسعار وخصوصا المنتجات الزراعيه مش هتزيد بالطريقه اللي هي. دكتور نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لوقت حضرتك النهارده، ونورتنا ونورت عقولنا ودينا كثير من المعلومات الهامة. ان احنا زي ما حضرتك بتقول ان احنا دور الاعلام لازم يوعي المواطن المصري اكثر واكثر بما يحدث في بلده، عشان يبقى فاهم ويقدر يصبر ويقدر يتفهم ايه اللي بيحصل اكثر واكثر. الدكتور علي مسعود استاذ اقتصاد بجامعة بني سويف، انت متوقع الماتش يخلص ايه؟ يعني ربنا يسهل ان شاء الله 2-0 لينا 2-0 مصر او 2-1 يعني ان شاء الله. ربنا بيقول كده ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي يا دكتور، وسعدت بلقاء حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. حضراتكم بعد الفاصل اللي جاي حالا هنتكلم عن مصر تنجح في التخلص من المناطق العشوائيه الاكثر خطوره او القطوره والاكثر خطوره، مع ضيفي الأستاذ الحسين عبد الجليل خبير تطوير العشوائيات. فاصل وراجعين حالاً.